السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكل مشاهد قناة زيتون المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في السوق الأسبوعي بالثلاث فيني كلهم الصات، واللي ما عرفوش كاين في المملكة المغربية الخيرات والرجالية المغربية والناس مالي المدن الكبرى في المملكة المغربية. كل مشاهد قناة زيتون المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، عيالات رجال بنات أولاد أهلا وسهلا بكم جميعا. اليوم 11 في شهر 10 2022 الخيرات تاع التول الجزائري. ما تنسوش تشاركوا معنا في قناة زيتون المرجان في التوك توك والفيسبوك واليوتيوب، مكتوب عليهم زيتون المرجان. أهلا بكم. شحال الحاج احمد؟ 520 قال 20 تاع الحاج احمد غير كذاب. الله يحفظك اودي الحاج احمد. كما تشوفوا الخيرات تاع الثور في الليل باقي، ماشي الكاميرا هي اللي مظلمه، الليل راه باقي وخفنا ما نصوروش المشاهدين هاد الاجل عند هذا الرجل. كما تشوفوا معنا تنوريوه الجميع الحباب تاعنا. الحنفيت 1400 560 560 ألف. يلا الحاج يلا الحاج سير تبارك الله على الزيت. خمسمية قال ستة 494 24000 تاع الدرهم و 700 عرض عرض زين. بوا زوي تيقول لنا 330 ضروبة قزارية. هادي مع 360 هاد الشحبة، هاد الضروبة مدينة القزارة والبيضاء والشرية اللي في الثلاث فيني. تنوريوها لجميع المشاهدين. شحال اخويا؟ جوجات هذيك اللي غادا 500 550 ضروبات غيتذبحوا في الدار البيضاء ان شاء الله. هادو شحال؟ شحال؟ 468 هذا عاد محسن. قول لي ماذا عاد محسن؟ قال لكم عم محسن. هذا عاد محسن عمو المهدي. قال لا هذا شحال؟ 456 456 تاع المختار. الله يهديك ماشي اكثر. 456 الزيتوني ديالك هذا 456 تيقول لنا المختار الثور الجزائري. عرض مزيان هذا على حساب السوق. وديه سي احمد ديتيه. هذا انت سي احمد الرقم 6 في الثلاث الاولاد الحوانت الثلاث الاولاد ظرافات سي احمد. تبارك الله عرض زين زين تبارك الله. كما تشوفوا هذا الثور الجزائري وغيذبحوا في الثلاث الاولاد هذا العرض تبارك الله. تنوريوه لجميع المشاهدين. نحيو لاله فاتي ونحيو لاله سميره ونحيو السيد بو القنادل. نحيو كاع المشاهدين قناه زيتون المرجان الحباب تاعنا اللي غاليين على قناه زيتون المرجان. اهلا بكم جميعا. 395 باش تبارك الله على خويا حامي. اشرك في هذا مرحبا. الصديق ديالنا مرحبا. 395
19,750 تاع الدرهم. ابراهيم كي داير بخير؟ ناشط الله يحفظك الله يبارك فيك. شحال الخيرات تاع عبد الرحيم؟ 600,000 قد يا قدامك 30,000 تاع الدرهم. 30,000 درهم اخويا. 30,000 مرحبا مرحبا. اجي غدبحي اليوم هذا عبد الرحيم؟ غدبحي؟ ان شاء الله غادي يذبحوا اليوم عبد الرحيم 30,000 تاع الدرهم. عرض 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 تاع عبد الرحيم يذبحوا هنايا في ثلاث الاولاد هاد الخيرات. عبد الرحيم مول الرقم 7 هو اللي دا هاد العرض هاد الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين الاحباب تونا. هادي طيح حبيبي يا زويت طيح حبيبي ثلاث الاولاد من 7 دا عبد الرحيم. عرض ارفع عرض كان في الثلاث ولا تبارك الله سمعت ويه ومكات العرض كله وركن قدام تبارك الله على السي عبد الرحيم والمليح تاع ثلاثات الملايين 30,000 تاع الدرهم لا المليح ياك شحال ياكل؟ ما تقدوش. على المرجان. اييه اييه. وشحال هذا؟ شحال؟ 32 اش داير في السن؟ يلا نبت الجموع زيدي. يلا نبت الجموع تبارك الله. وشحال قلت اليوم؟ كنا نمشي وزيد ما عليكش هذا قلنا نوريوه للمشاهدين اللي يتباع مرسيانة هذا مرسيانة ولا؟ مرسيانة ربعمية وستة وخمسين عرض مزيان هذا ما بعتيش مول 56؟ لا عرض مزيان هو عرض مزيان وكما تشوفوا ان شاء الله خير كما تشوفوا الخيرات تنوروها لجميع المشاهدين قناة الزيتون المرجان الاحباب تاعنا اهلا بكم هذا الثور الجزائري كي تشوفوا معنا في الثلاث اولاد تقول لنا 56 و417 اللي حاط عليه ليدو المختار هاد الخيرات بقر مليح السلعه من نوع البلجيكي تنوريو جميع المشاهدين الاحباب تاعنا اهلا بكم جميعا جوج 21 تبارك الله 21,000 تاع الدرهم و 50 الزيتون المرجان اهلا اهلا كيداير بخير الله يحفظك وبيع اصاحبي تيقول هذا الراجل غير كسام ما قنعتوش هذه جوج 21 وانت خاصك تمشي مع النقلي ما تستاهل شحال؟ وقيلا كان عندك البقر بزاف 300 عرض مزيان وما بعتيش عرض مزيان خيرات في ثلاث ولاد تنوريوها لجميع المشاهدين الاحباب تاعنا في المكان وبشحال اللحم اليوم باش يتقام عليكم في قريبكا هذوك الزران في مدينة قريبكا فين 70 درهم شات صحيح ها ياك شحال هو 84 84 عرفت مزيان وما بعتيش عطاونا 4000 يو كنت تبيع
بنادم شنو بغيت خاصنا حل واحد بغا يغلى علينا العجز تا دابا راه مزيان ماشي خير ان شاء الله الا مزيان الناس تاكنا اللي مستاهلين راه فيها 200 تما الصا اي هي قبيله خاصك غير مقدم اللي بغيتو فيه اللي عطاونا وما بغيناش نبيعو لا عطاوه ما بغاش يبيع هكاك سيبتكم وكنت تبيعوا ولا أنت ولا أنت شكون اللي داه هذا؟ شكون اللي داه؟ خويا هذاك القليمي المخريم كاع على فوالو على فوالو شحال بعتي يا الماتي؟ شحال بعتي؟ 73 473 باش تباع هذا العرض غادي تتباع في مدينة خريمكا ياك ياك نحييه ونحييه كل الأحباب تونا داخل الوطن أو خارج الوطن أحبابنا أهلا بكم مرحبا راه صورتك هنا وهنا مرحبا هات أنا صورناك هنا بوحدك يا سيدي مرحبا كل شيء مرتاح من هنا هشام أبغاني وتجمد ما عرفتيش بشحال حنا تسناو في عبد الغني 46 عرض مزيان وما بعتيش ايوا عرض مزيان على حساب السوق راه فابو لا زوين تبارك الله يديرها ويفوتها والله تيفوتها بالله ها؟ 17 قلتي 17 14 قلاش 14 هادشي اللي كاين بعتي ب 46 راجل زين تبارك الله